تسبب في تحرير الشيخ ياسين، وفي عهده حرر يحيى السنوار أحد مؤسسي حركة حماس وقائدها السياسي خلفا للرنتيسي. إنه خالد مشعل، المرشح الأقرب لقيادة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية. فما الذي نعرفه عنه؟ في 28 من مايو عام 1956 ولد خالد مشعل في بلدة سلواد بالقرب من رام الله بالضفة الغربية، ليتم فيها تعليمه الابتدائي قبل أن تنتقل أسرته إلى الكويت حتى اندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991، لينتقل بعدها إلى الأردن ويرأس فرع حماس فيها. تولى مشعل بعد ذلك رئاسة المكتب السياسي للحركة في عام 1996، ليتعرض بعدها بعام واحد لعملية اغتيال مثلت علامة فارقة في تاريخ حركة حماس. ففي عام 1997 قام عملاء إسرائيليون برش مادة سامة في أذن مشعل في محاولة اغتيال في عمان بالأردن. ولحسن حظ مشعل، تمكنت أجهزة الأمن بالأردن من القبض على منفذي محاولة الاغتيال. هذا الأمر أغضب الملك حسين بشدة، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقدم هؤلاء العملاء للمحاكمة إذا لم يتم إرسال الترياق لإنقاذ مشعل. وعلى مضض وافق نتنياهو وأنقذت حياة مشعل. وكجزء من الصفقة، أطلقت إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين والأردنيين، ومن بينهم الشيخ أحمد ياسين. وبعد نجاته لعب مشعل دوراً محورياً في تمثيل حركة حماس على الساحة الدولية، إذ اعتمد على وجوده في المنفى بعيداً عن القيود الإسرائيلية الصارمة. وبعد اغتيال الرنتيسي في أبريل عام 2004، بعد شهر واحد من اغتيال أحمد ياسين، صعد مشعل إلى قمة قيادة حماس برفقة إسماعيل هنية. وفي أبريل عام 2013 أعيد انتخاب مشعل رئيساً للمكتب السياسي للحركة حتى مايو 2017، بعدما انتخب هنية كبديل له في مجلس شورى حماس. وفي عهده أبرمت حماس أكبر صفقة تبادل للأسرى، إذ حرر أكثر من 1000 أسير على رأسهم يحيى السنوار مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وبعد اغتيال هنية برز اسم مشعل كأبرز المرشحين لخلافته، فهل يقود الحركة من جديد؟